خليني اقول لك كمان، انا لو قعدت اقول للناس محمد صلاح فخر العرب وده كان جاي من قرية كذا وعمل، انا بقول لهم ده قصة، وان انا ادخل اتفرج على فيلم طبعا وفي اخر الفيلم يجي لي شوية مشاهد حقيقية دوكيومنتري، ده قصة تانية. أكيد طبعا فالدراما فعلا والسينما تأثيرها غير عادي. يعني الفيلم اللي احنا بنتكلم عليه ده جود اكزامبل، تحفة يا أميرة، انه فعلا الفيلم ده كان فيه اطفال معايا في السينما خرجوا عايزين يلعبوا، يعني فاهمة، انه يروحوا التمرين ويعملوا هكذا. وهو ده يعني، هو في الاخر احنا بنحب السينما، في الاخر السينما هدفها او الدراما يعني عموما هدفها الامتاع. يعني في الاول انت مش هتعمل فيلم يبقى دمه تقيل، يعني انت بتخش عشان تستمتع، سواء كان بقى الاستمتاع ده في جونرا دراما، في رعب، في شوف انت بتحب ايه بقى واستمتع بيه، بس المهم لازم شوف تستمتع. مزاجك ايه بقى بالظبط. ما بس في تخنقناش. الاخر في جزء ليفل تاني من السينما، وهو لما تحدث السينما او الدراما تأثير إيجابي في المجتمع، أو تعرض قضية ما أو تناقش فكرة معينة إحنا محتاجين إن إحنا نتكلم عنها. ده جزء، أنا ما بحبش الكلام الكليشيه بتاع السينما رسالة وأنا والفن رسالة والكلام ده كله. الفن رسالته هو المتعة جزء مهم طبعا منه صح طبعا، صح صح ولكن صح كمان بيبقى بونس وآد فاليو، قيمة مضافة، لما طبعا بيبقى إن بتقدم أنت كمان رسالة حقيقية فيها تأثير للمجتمع. وفي أفلام كتيرة جدا كان لها تأثير إيجابي جدا جدا في المجتمع. يعني احنا مفيش اكتر من النماذج اللي ممكن نتكلم عنها، من اول يعني مش عايزه تخوني ذاكره، بس مثلا اريد حلا، يعني كان طبعا واحد من اهم الافلام اللي عملتها صحيح. فاتن فاتن حمامه، حمامة والقصه نفسها بتاعت طبعا الكاتبه حسن شاه، وازاي اتعمل لها معالجه مع سعد الدين وهبه وسعيد مرزوق، كل الكلام ده كله، وازاي انها اثرت في قانون الاحوال الشخصيه في وقت كان صعب الحديث عن مشكله زي دي. نرجع نجري الشريط لقدام شويه، ليه لا، مع من يعني مع الـ 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 اللي طبعا عملته كفاله الاطفال، وازاي انه كان في مسلسل قدر انه من خلال حلقات ومن خلال قصه دراميه انسانيه جدا يؤثر في المجتمع، فيبدا انه يغير صوره او يبعت رساله او يخلي الناس تفكر بشكل مختلف، فتلاقي انه كفاله الاطفال وفقا لوزاره التضامن زاد، العدد خدت زاد جدا، بالظبط لانه الناس بدات تشوف الموضوع في بشكل وعي. مختلف. ما هو احنا دلوقتي في وعي الحمد لله، وبقى في ثقافة، وفي بنشوف برضو افلام، فبرضو نسبة ان انت يعجبك الفيلم ما بقاش اي فيلم يعجبك، لان انت بالظبط. بقيتي شايفة الاحسن. فاحنا مفروض فعلا ان احنا نركز جدا في الحاجات. يمكن الافلام اللي اتكلمنا عليها كلها دكتور كلها برضو جاية من حتة الكوميديا، صحيح. كلها كوميديا في رياضية، بتناول الرياضة والماتشات وكده، صحيح. بس بكوميديا بس، يعني ما كانش فيه برضو حاجة فيهم واخدة قضية برضو ما كانتش هي المين. بالظبط، كان الكوميديا